السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. عنوان الفيديو اليوم: بيتكوين يتسبب في أفلاس شركة ميكرو استراتيجي. واللي ما بيعرف، شركة ميكرو استراتيجي هي شركة توفر ذكاء الأعمال وبرامج الهاتف المحمول، يعني هي شركة ذكاء صناعي وإنشاء برامج للهاتف المحمول. تمام. سبب إفلاس هالشركة هو هبوط البيتكوين الأخير قبل 3 أشهر. نحط نموذج بيانات على 6 أشهر ونشوف قد كان سعر قبل 3 أشهر. يوم 8 فبراير 2021 كان سعر، طبعا يوم 8 من 8 ل 9 فبراير ارتفعت أسهم الشركة من 1041 دولار إلى 1272 دولار، مثل ما شايفين قدامنا 1272 دولار يوم 9 فبراير. السيو تبعين هالشركة اسمه مايكل سيور، هذا السيو تبع شركة ميكرو استراتيجي، هو مدير خزنة هاي الشركة. حط سيولة هالشركة في البيتكوين قام وخفض البيتكوين وأدى هالشي إلى إفلاس الشركة. صار حاليا سعر سهم شركة ميكرو استراتيجي 484 دولار ونص. نزل سعره من 1272 إلى 484 ونص، نزول كبير جدا. خسرت بحوالي 60% من قيمة الأسهم تبعيتها. هالشي سبب إفلاس الشركة، كله بسبب مايكل سيور. مايكل سيور هذا مثل ايلون ماسك، رجل غني ملياردير، حاول يصلح الشيء اللي عمله. عقد جلسة هو وايلون ماسك، طلب من عمال المناجم وطلب من عمال المناجم اللي بيعدنوا بيتكوين انه يستغنوا الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتعدين البيتكوين. يعني هلا صايرة حرب الاغنياء بين ايلون ماسك وبين مايكل سيور. من وجهة نظري هدول الاثنين بتلعبوا بالسوق مثل ما بدهم. يعني تغريدة من ايلون ماسك ترفع السوق وتغريدة تانية بتنزل السوق، وهالشي عم بسبب افلاس الشركات، عم بسبب بضرر للمستثمرين ان كان مستثمر صغير او كبير. من هو كون وصلنا لنهاية الفيديو اصدقائي، لا تنسوا تعملوا لايك وشير واشتراك. مع السلامة.